أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وقال
الاستغفار. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم من ترك الصلاة ومن التكذيب بها وفي الزكاة. أستغفر الله العظيم من الظلم العباد، أستغفر الله العظيم من جميع المعاصي والذنوب. Mari sama-sama kita membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Amanna billah wa bima وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.